فضيلة الشيخ أيضا بالنسبة لزكاة الفطر يقول: لا يوجد معي أخرج زكاة فطر وعلي ديون، لو جاءني مال أقضي حوائج بيتي أو أسد ديوني أو أخرج زكاة للفطر، ساكن بالأجار معيل لأسرة مكونة من 12 نفر. طيب هنا نقول انتظر إلى ليلة العيد، والله اصرف كما شئت وسد الديون كما شئت في أول رمضان وأنفق على عيالك كما شئت، لكن يوم ليلة العيد إذا كان هناك فائض عن مصروف يوم العيد فيجب عليك أن تخرج زكاة فطرك، أما إذا لم يكن هناك زيادة فلا تخرج حتى لو كان عليك دين، لكن هذا الدين مؤجل. فليلة العيد رزقك الله سبحانه وتعالى بالمال وزيادة على المصاريف، يجب عليك أن تخرج الزكاة، أما إذا لم يكن هناك زيادة فلا تخرج الزكاة، والله أعلم.